قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله اليوم بجولة تفقدية في معرض الدفاع الدولي أيدكس 2015 في يومه الثالث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وقد تفقد سموه عددا من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في المعرض من بين 1200 شركة وجهة عربية ودولية تشارك في هذا الحدث العالمي الذي يعد من بين أكبر وأهم المعارض والمؤتمرات الدفاعية على مستوى العالم. وسهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم جولته للمرة الثانية في المعرض بتفقد جناح شركة الإمارات لتقنيات الدفاع، واطلع من القائمين عليه من الكوادر الوطنية على التقنيات المتطورة التي تستخدم في المركبات العسكرية البرية، ثم توقف سموه عند جناح إيروسبيس لتصنيع طائرات بدون طيار، واستمع سموه إلى شرح حول تقنيات المستخدمة في هذه الطائرة والتي يتم تصنيعها في دولة الإمارات بأيد وخبرات إماراتية. وعرج سموه في ختام جولته على جناح يوميكس التابع لإحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الطائرات الريموت الاستكشافية، واطلع على تقنيتها العالية. وأبدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي إعجابه بالصناعة الدفاعية الوطنية عالية الجودة من حيث التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات التي تشمل الطائرات والمدرعات والمركبات العسكرية والأنظمة الدفاعية الرقمية وغيرها من التقنيات المستخدمة عالميا. وأكد سموه أن قطاع التصنيع في دولتنا يتطور نوعا وكما وتقنية، خاصة أن كوادرنا الوطنية لها الدور القيادي والمسؤولية الأولى في إدارة وتشغيل هذه الصناعات الحيوية التي تعتبر رافدا من روافد اقتصادنا الوطني وتنويعه. وأشاد سموه بنجاح أيدكس كمعرض ومؤتمر عالمي يحظى باهتمام دول المنطقة والعالم، ويستقطب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف الصناعات العسكرية والدفاعية وأنظمتها المتطورة، ما يجعله يحتل مكانة متقدمة من بين المعارض والمؤتمرات الدفاعية العريقة في العالم.